تاريخ 25 أغسطس 2019 على اتخاذ عدة خطوات تحفظ هيبة الدولة والسلام الاجتماعي وتحافظ على الأرواح والممتلكات جراء الاقتتال القبلي الذي جرى في مدينة بورسودان وخلف عددا من الشهداء والجرحى. لقد رصدت الأجهزة المختصة استخدام السلاح الناري لأول مرة في الصراع، مما يكشف وجود تدخلات خارجية وداخلية لتأجيج الصراع ونقله إلى مناطق أخرى. وقد وجه مجلس السيادة باتخاذ تدابير الإيجابية التي تحول دون نقل الصراع إلى مدن أخرى، إضافة إلى رفع درجة الاستعداد وسط الأجهزة الأمنية لرصد أي اجتماعات ولقاءات تعقد لتغذية الصراع. أصدر مجلس السيادة قرارا بإعفاء والي ولاية البحر الأحمر المكلف وتعيين وال يعمل على بسط سلطة القانون والأمن وهيبة الدولة، كما أصدر قرارا بإعفاء مدير جهاز الأمن بالولاية. ويؤكد المجلس على تفعيل حالة الطوارئ وتكوين لجنة تحقيق لتقصي الحقائق مع العمل على الإيفاء بالتعويضات وجبر الضرر. ويشدد مجلس السيادة الانتقالي على حيادية الأجهزة العسكرية والأمنية وتعاملها مع أطراف الصراع، مؤكدا على أن كل من يثبت انحيازه لطرف من الأطراف بسبب الانتماء أو المناصرة سيتم التعامل معه بحزم. ويدعم مجلس السيادة الحلول السياسية والاجتماعية التي تعضد التعايش والسلام الاجتماعي في مدينة بورسودان وعموم السودان. ويشدد على أهمية بورسودان كميناء الرئيسي للسودان، ويعتبر أن أي استهداف لها إنما هو استهداف للأمن القومي للبلاد.